الله الرحمن الرحيم. تمام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا فأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hadi hoş geldin. Hoş bulduk bak. Koca Fatma. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel menkul hayyul 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 entem. Subhanallahi velhamdülillahi ve illallah vallahu ekber ve la kavle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. والأول والآخر والظاهر والباطن وذكر بكل شيء عليم يحيي ويميت بخذ حي لا يموت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك يا عظيم معظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا بارئ سبحانك يا بارئ سبحانك يا قادر سبحانك يا مقتدر سبحانك يا عليم سر الخفيات سبحانك يا رافع المسمكات سبحانك يا مستبيع جميع الخلاق سبحانك يا مقدر الفجر بالصوافيق سبحانك يا من لا تطرو عليك الافات سبحانك يا سبحانك يا مقون الأزمنة والأوقات على قدرك وتعاليت أما يقولون ظالمون قلوبا كبيرا سبحانك يا سبحانك يا متكر الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب سبحانك يا حي يا قيوم الذي لا ينام ولا يموت سبحانك يا إليك وإليك نصوتي خلقتنا ربنا بيدك ففدلتنا على كثير من خلقك
لك الحمد والإيمان ولك الطول والإلاو تباركت ربنا وتعليت لا رب غيرك ولا قهير السواق. اللهم أنت الملك الحي الحق المبين الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا برب الملائكة والروح فلا شيء يشبهه وأنت الباطن فلا شيء يرى وأنت الواخذ بلا كثير وأنت القادر بلا وزير وأنت المدبر بلا مشير. قل لك مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تلج الليل في النكار بتلج النكار في الليل بتخرج الحي من الميت بتخرج الميت من الحي بترزق من تشاء بغير الحساب. سبحانك يا من اختجيب في الأولى على جميع الأبرار سبحانك يا من اختجيب في الأولى سبحانك يا من يتعزز بالقدرة والولاية سبحانك يا من يعلم ما تحت الجبوب في صدوره والإكشاية سبحانك يا حي يا قيوم الذي لا ينام ولا يموت سبحانك يا من شرف الورود على المدن والقرآن سبحانك يا من يعلم ما تحت الجبوب بالثرى سبحانك يا من يامنت على ولطوف أن يرام تباركت ربنا وتعليت لا رب غيرك ولا قهير السواق. اللهم أنت المنعم ومضل ومقل شكر وأشهد أنك أنت الله الذي لا إلهك إلا أنت أنت ربي ورب كل شيء فطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال. تاسين ميم تاسين مرج البحرين يلتقيان برزخ ما لا يبغيان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون بشيء إن من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد لقابز الطول لا إله إليك المسير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه. سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون. اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أخاط بكل شيء علما. اللهم لا تقبل بغضابك ولا تخلقنا بمسؤولاتك فآفنا قبل ذلك. سبحان الملك القدس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعزمة والجبروت سبحان الملك الحي الحق المبين الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا برب الملائكة بالروح. اللهم علمنا من علمك فاحملنا عنك وقلدنا بصمصام نصرك. اللهم اجعلنا لك شاكرا ولك ذاكرا ولك راحبا ولك متواعنا ولك مخبتا وإليك أواخا منيبا.
اللهم لا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد مقاويلنا فاسلل سخيمة صدورنا وزخرا ودخرا ورانا وإقنة من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جدع الفجاعة ومن الخلق المأنوسة ومن الإخداد والعزة ومن الجم والآنة ومن الأمور المتمرات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تدخل بك بين وبين معاصيك ومن طاعتك ما تدخل بك إلى خديرة القدس ومن اليقين ما تخون بك عليك مثبت الدنيا والآخرة بخشرنا ما حير الأشعبز ومطعنا بإسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أخييتنا واجعل البريث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا بأنصرنا على من عادنا واغفر خطايانا واكشف رزايانا واشفي مريضانا ونفر جؤوسنا وقت أوتارنا وارحمنا جئلنا ولا تجعل العجيلة نكبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل المصيبة في ديننا ولا تسلط علينا بصنوبنا من لا يرحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تخدي بك روانا وتلم بك شعاسنا وتجمع بك شملنا وتشفي بك مريضانا وتزكي بك أعمالنا وتسلط بك رشدانا. اللهم إنا نسألك بصمادانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباخرة وبفرديتك وبعزتك الباخرة وبرحمتك الواسعة أن تجمع لنا نورا في مصامعنا ونورا في أعيننا ونورا في أجداسنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمعنا ونورا من بين أيدنا. اللهم زدنا علما ونورا وخلما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله الكريم لمن همنا حسبنا الله خليم القوي لمن بغى علينا. حسبنا الله شديد لمن كدعي بسوينه حسبنا الله رحيم عند الإصام حسبنا الله رحيم عند المسألة في جداسم حسبنا الله لطيف عند الميزان حسبنا الله القدير عند السيرات حسبنا الله لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليك توكلت وهو رب العرش العظيم. مرحبا مرحبا بالصباح واليوم الجديد وبالإيمان والفينة السعيد وبالصافر والشهيد اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرؤوف الرفيع الودود المخيط الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حسبنا الله رؤوف عند المسألة في جداسي حسبنا الله لطيف عند الميزان حسبنا الله قدير عند السيرات وبصافر بالشهيد اكتب لنا ما نقول بسم الله الحميد المجيد رؤوف ودود المحيط الفعال وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أسبح بالله
وبلقائه مصدقا وبحجته مترفا، فسوى الله في ألوهية جاهدا والله متفكلا. نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبيائه وحمله عن عشيه وجميع خلقه بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله، فأن الجنة حق وأن النار حق وأن الخوز حق وأن الشفاعة حق وأن منكرا ونكيرا حق وبعدك حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. على ذلك نحيا وعليك نبعث غدا ولن نرى عذابا إن شاء الله تعالى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ورزايانا كبائر، والله فإنه إلا أنت لبيك. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم وما أنزل الرحمن من شيء إن علوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني
بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يلقظون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Ya biraz sessiz olalım. Bakın lütfen. Bakın Kur'an oku. Bak burada Kur'an-ı Kerim okunurken ses yapılmaz. Günah. Ya çocuklardan başka ses çıkmasın yani lütfen ha. Yani çok hoş değil yani uygun değil. Konuşmak isteyen gitsin uzakta bir yere. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كان كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أضعما إن أنتم إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام القول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين فيك يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا لا ولقد فتنا قبل قوم فرعون وجاءهم رسول كريم يا
انه كانوا حليا من المسرفين. ولقد احتريناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إنا كنا صادقين. أهم خير أم قوم تبعي والذين من قبلهم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ربك ذلك هو الفوز العظيم. فيرتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. زرد مهروب إيلم الله هلا سيلة نارندان الله أيرما دينارندان الله هلا سيلة نارندان الله أيرما دينارندان الله Cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah. Kandiller yana yana Allah. Dervişler döne döne Allah. Kandiller yana yana Allah. Dervişler döne döne Allah. Şükür erdik bugüne Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür erdik bugüne Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Gül bülbülün harmanı Allah. Ver derdime dermanı Allah. Gül bülbülün harmanı Allah. Ver derdime dermanı Allah. Son nefeste imandan Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Son nefeste imandan Allah. Bizleri de mahrum eyleme Allah. Kulunu da mahrum eyleme Allah. Mezhar-ı mevcuta Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'ra salavat. Allah'a zikredelim evvela, vacib olmadan her kim ol evvelena, her işi
sani der olmayanın sonu her nefeste Allah adın dimdam Allah adıyla olur her işte tamam bir kez Allah aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan ismi pakin pak olur zikreyleyen her murada her murada erişir Allah diyen aşk ile gelimdi Allah diyelim derd ile gözyaşıyla ah edelim ola kim rahmet kıla ol padişah ol kerimu ol rahim ol ilah birdir ol birliğine şek yoktur gerçi yanlış söyleyenler çoktur cümle alem yol iken ol var idi yaratılmıştan gani cebbar idi var iken ol yok idi insü melek arşu ferşu ay gün hem nuh felek son ile bunları ol var eyledi birliğine cümle ikrar eyledi barine hacet kılavuz sözü çok birdir ol ki ondan artık tanrı yok al çocukları, aldın ayı kalktın, aldın. Adem'e kıldı feriştehler sücud Hevada çok kıldı zıttı sücud Mustafa Nuri Rabbim'de kudu bir habibim Nurudur bu nur dedi kıldı Dersiz bulasız ottan necat aşk ile derd ile idin es-salat es-salat ve selam aleyke ya aleyke ya بسم الله الرحمن الرحيم من خشيتك
السماوات والأرض بخارم وجودا أمين خاتم محمد خانس أو صدقت بحضر دانسي جنك لكم مقنط حاملة لكن هونك جيك جهيس من كي جسيم ديدي قردم أو حبيبين خانس Recep Nur kim güneş pervanesi hücre düşendi bir düşek adı sündüz düşeye ani melek üç alem dahil dedim indiler gökten melekleri safi sar Kabe gibi kıldılar evim dağlar çıktı nake han geldi üç hür Çevre yanıma gelip oturdular Mustafa'yı birbirine Ulu devlet buldun ey dilli dar Oldu tamam Kendimde gele ola hayır dedim Susadım gayet kararlı Sundular bir topim İşte mani oldu vücudumun uragan Edemedim kendimi nurdan Resulallah Es-salatu ve-selam Aleyke ya Habiballah Es-salatu ve-selam Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım, onu görmekmiş muradım. Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında, yollarında Güller açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder Bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder Ne dert kalır ne de keder Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Yollarında, yollarında Güller açmış Ramzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında, yollarında Güller açmış Ramzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Resulullah çağırıyor Gönül açlı çıldırıyor Resulullah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor Bastığın toprak ya
yanıyor Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında, hu yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında, hu yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında, hu yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor, yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor, içimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında, hu yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye diyor gaflet uykusu, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında, şeramsasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında, yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında, hu. İstersen doğru dilerim, buraya geçeceksin. Sabah kayıt. Ne yapacağız? İsterim mi? Okuyeler ağrım. Ama isterler. Bir taraftan servire yapacak ondan acıktılar. Acı insanlar. O bir tarafa okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Al hadi. Dikkat sayın konu komşular. İşte bugün Sevgi'nin ve Fatme'nin ve annesi Fatme ve koca babası Sezgin, koca anası, bugün bütün usulları, akrabaları topladılar burayı. Onların yüreklerinde yani ne varsaydı Cenab-ı Allah verdiği için. Bu da neymiş? Cenab-ı Allah onlara istediği bir nur, bu nuru da bağışladı. Bağışladığı için nuru, bu sebeple eşi, dostu, ısımı, akrabasını topladı ve de Cenab-ı Allah onların istediğini versin. Allah'tan başka hiç kimseler başka verecek yoktur ya Rabbi. Bunu beklediğimiz ve istediğimiz Cenab-ı Allah bu evladı onlara, anasına, babasına, annelerine, amcalarına verdiği için Cenab-ı Allah'tan daha bir istek isteriz. O da onlara bir çocuk versin ya Rabbi. İşit bizi Cenab-ı Allah'ım. Bir çocuk onlara ver ya Rabbim. Bir çocuk onlara ver ya Rabbim. Bir çocuk daha olsun. İki adet biz kardeşle bir çocuk onların hayatınınca, boyunca onlara baksınlar ihtiyarladıktan sonra ya Rabbi. Şimdi Cenab-ı Allah bu iki gençlere, şu nuru verdi. Benim annem de
halka, onun için. Siz de sağ olun, siz de var olun. Cenab-ı Allah istediklerinizi versin ya Rabbim. Analık babalık büyüsün. Büyüdükten sonra Cenab-ı Allah sizlere kadın kadın güzel evlatlar bir doğru büyütsün ya Rabbim. Allah'tan bunu bekliyorum. Babasını seslesin dinlesin. Sağ olun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. Sokağa çıkma meydanı kalmasın. Kazalara bak. Kazalara bak. Başımızdan hiç iyisik olmadı. Bunu Allah bilir gari. Yatlar gitti, 72 bitti. Buraya da çiçek asalım. Sağ olun, var olun. Kız anne de başımızda olsun. Hiç hastalığın nasıl olsun? Sen de balığa yattı kızım. Sağ olun. Sağ olun. Hem de böyle. Çok gürültü yapıyorlar. Ver hocanım. Şeye kapıyı da ver şimdi birini kapayı dedi. Yine. Bir kapa, yine bir kapa. Bu tarafa girmesin. Amin. Bak gördün mü kuşağına sonra avuralı. 1-4 saat 6 yaptım ama geldi. Sabah yaptım yedim masal. Abi dinlemedi. Ama acıktılar gelin. Kim yiyecek çok acıktı. Ayıktı burada doğru canımız. Öyle oldu. Ayıktı. Biri ye